السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في برنامجكم زعفران وفانيلا. النهارده هنعمل وصفه هي جديده خالص، وصفه ايرانيه معروفه جدا وبتتعمل في ايران في الافراح، وفي هي رز بس بيتقدم على شكل، دلوقتي هنعمله مع بعض وهتشوفوا قد ايه شكله بيبقى غريب ولذيذ في نفس الوقت. الوصفه دي عشان نعملها مكوناتها مش كتير، هي هنعوز رز بسمتي، والرز البسمتي انا نقعته في الميه تقريبا ساعتين، وبعدين حطيته صفيته من الميه، ودلوقتي حطيته هنا علشان في الحله على ميه سخنه علشان يتسلق من غير اي اضافات ليه، بس ممكن نحط له رشه ملح. طيب نرجع تاني للمقادير بتاعتنا. يبقى احنا عايزين 4 كوبايات رز بسمتي، عايزين 3 صدور فراخ تقريبا بنقطعها مكعبات، عايزين بصلة، معلقة صغيرة كركم، ملح وفلفل، معلقة كبيرة سمنة، و4 معالق كبيرة زيت، وعايزين 1/2 كيلو زبادي، بيضة و2 صفار بيض، ومعلقة صغيرة زعفران، ومعلقة كبيرة من مية الورد. دلوقتي هنعمل ايه؟ هناخد الزعفران اللي عندنا هنحط له شويه ميه سخنه علشان نحله بشويه ميه، يعني كده تقريبا. وزي ما قلنا احنا حاطين الرز بتاعنا بيتسلق على النار، هناخد بس معلقه ونحط بقى الفراخ على النار. علشان نحط فراخ على النار عايزين ناخد سمنة، هناخد سمنة جنة طبعا، وعايزين نحمر الفراخ شوية قبل ما نحطها، قبل ما نحط لها المية ونسيبها على النار تستوي، بس عايزين دايما نتأكد ان في هنا مية علشان انا بسلق الرز. بس بسلقه لغاية ما بحس ان هو استوى. دلوقتي هناخد، عايزين اول حاجه نعملها ان احنا البصله ممكن تحطوها صغيره ممكن تحطوها كبيره مش فارقه، يعني احنا في الاخر اصلا مش هناخد البصله، عايزين بس الفراخ، وممكن ناخد البصله كمان بطعمها اكيد حلو. في ناس بيعملوا الوصفه دي في على البوتاجاز، وفي ناس بيعملوها في الفرن، فاحنا هنحطها في الفرن لان انا بحس ان الفرن هيحمرها بطريقه متساويه اكتر من البوتاجاز. بس السمنه بتسيح عندنا وبتسخن، هنحط بقى دلوقتي اول حاجه الفراخ لان انا عايزه الفراخ تتحمر قبل ما نحط لها الميه، بتبقى احلى طعمها طبعا لما تتحمر من لما بنحط الميه عليها على طول. بس هتبتدي الفراخ عندنا تتحمر، انا مش هسويها كامل دلوقتي، انا بس عايزاها تاخد لون كده. هنحط لها بقى دلوقتي البصل، نقلبها كلها كده. ناخد بقى البصل اللي عندنا، وزي ما قلنا ممكن نحطه كبير لو انتوا مش عايزينه جوه الاكله، او خلوه كده لو انتوا عايزين تحطوه جوه. نبتدي بقى نتبلها، نحط شويه فلفل وشويه ملح، وهنحط كمان
كركم، دلوقتي بقى انا هزود للفراخ اللي عندنا دي ميه، انا مخصوص عاملاها كده كركم يعني، لان انا عايزه الرز بيبقى لونه اصفر، فاحنا بنحاول نخلي كل حاجه هنحطها مع الرز تكون تديله اللون الاصفر ده، وطبعا كمان في نفس الوقت هتديله طعم لذيذ. طيب دلوقتي هحط انا ميه للفراخ، وهسيبها في الميه تقريبا يعني، الفراخ متاخدش وقت طبعا مش زي اللحمه يعني، هنسيبها تقريبا تلت ساعه كده لغايه ما تكمل سواها، بس نديها كده تحميرتين كمان. ممكن كمان لو تحبوا تضيفوا الحاجات اللي احنا متعودين نسلق بيها الفراخ يعني، عود قرفه، ورق لورا، زي ما انتوا عايزين. دلوقتي بقى نحط الميه، وهسيبها تقريبا زي ما قلنا تقريبا تلت ساعه لغايه ما تستوي. دلوقتي كمان انا هاخد الرز اللي عندي لانه خلاص اتسلق وهصفيه، وهنطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل تكون الفراخ استوت ويكون الرز صفيناه، ونشوف هنعمل ايه في بقية الوصفة بتاعتنا. نشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي بقى احنا صفينا الشوربه بتاعه الفراخ اهي، وعندنا كمان الفراخ هنا، والرز خلاص صفيناه. هنعمل دلوقتي بقى الخطوه الثانيه، هناخد الزبادي اللي عندنا والبيض، صفار بيضتين وبيضه، لازم نخفقهم الأول كويس. بعدين هنحط بقى الزبادي، وهنحط الزعفران، وهنحط شوية كركم لأن زي ما قلنا هو بيبقى لازم أصفر، الرز أصفر. وهنحط طبعا، خلينا نشيل دول من هنا، شوية ملح، وبرضو نخفقهم كويس. هناخد بقى شوية شوية بس من الشوربة بتاعت الفراخ، وهنحطها مع الخلطة دي. طيب دلوقتي بقى هناخد الرز اللي عندنا، وهنجيب اللي احنا هنستعمله هنحطه في الفرن اللي هي دي، الموارد ممكن تخلطوه هنا وممكن بس ترشوه كده رش في الآخر زي ما تحبوا.
هنقلبه بقى مع الخليط ده. هناخد شوية هنحطه، يعني احنا هنعمل طبقتين، ناخد الطبقة دي هنحطها كده، وهناخد الفراخ اللي عندنا وهنحطها، وزي ما قلنا بتقدروا تحطوها مع البصل لو عايزين او من غير البصل زي ما تحبوا. الوصفة دي على فكرة بتتعمل بحاجات تانية كتير غير الطريقة دي، يعني كذا طريقة بس الفكرة واحدة، يعني الرز والطريقة بتاعت الرز ما بتتغيرش، اللي بتتغير الحشوات. فإن شاء الله لو عجبكم بنبقى نعمل كذا طريقة تانية بحشوات مختلفة. هناخد بقى دلوقتي بقية الرز اللي عندنا ده، بنقدر نحطه زي ما هو، بنقدر نخفف منه بشوية رز أبيض. هو المهم بس عندي إن الطبقة اللي تحت هي اللي تكون قوية فيها الخليط اللي أنا عاملاه بتاع الزبادي. ناخد بقى ده ونبتدي نغطي بيه الفراخ اللي عندنا. هندخل بقى دلوقتي الكلام ده كله على الفرن، هنحطه على درجة حرارة تقريبا 200، هيقعد تقريبا نص ساعة، نص ساعة، ساعة الا ربع. بنضغطه شوية، مش ضغط جامد، مش كأننا بنعمل البسكوت بتاع التشيز كيك مثلا، لا أقل، بس لازم يتضغط علشان ياخد الشكل بتاع القالب. معلقة طبعا احنا مولعين الفرن، هدخله بقى دلوقتي واسيبه زي ما قلنا من نص ساعة لساعة الا ربع. خلاص تمام كده، ناخده بقى ونروح على الفرن. نص ساعة، ساعة الا ربع، وهنرجع له تاني. دلوقتي هنطلع فاصل وهنرجع بعد الفاصل إن شاء الله علشان نكمل معاكم بقية وصفاتنا. أشوفكم بعد الفاصل.
اهلا وسهلا بكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي هنعمل كيكه هي فكرتها بسيطه بس شكلها لطيف وبطريقه ما فيهاش اي صعوبه. الوصفه هتبقى كيكه الورود. عشان نعمل الوصفه دي عايزين 3 كوبايات دقيق، وعايزين كوبايه سمنه، وعايزين 3 معالق صغيره بيكنج باودر، وكوبايتين سكر، وخمس بيضات فانيليا، وعايزين نص كوباية عصير برتقان، وكوباية لبن، ومعلقة كبيرة بشر برتقال، ولون طعام زي ما احنا عايزين. وبنقدر كمان نحط عجينة سكر علشان يعني بتساعدنا في التزيين. طيب دلوقتي عايزين زي ما قلنا كوباية من السمنة علشان نخلطها مع السكر. طبعا السمنة جنة بنكهة الزبدة، فعشان كده انا بحب استعملها، لان بس هي كمان ما فيهاش اضرار تخوفني وانا بستعملها. يعني هي طبعا زي ما احنا بنقول دايما ان هي خالية من الكوليسترول وان هي غير مهدرجة. نحط السكر ونخفقهم بقى مع بعض شوية. ممكن بس نخلط البيكنج باودر مع الدقيق لغاية ما السمنة والسكر يتخلطوا شوية. ناخد بقى البيض والفانيليا الأول، طبعا زي ما دايما بنقول لازم نلم اللي على الجناب شوية. نبتدي بقى نضيف البيض اللي عندنا. نحط الفانيليا. برضو هنجمع اللي على الاطراف واللي تحت عشان لو في حاجة لزقة ما تختلطش. نحط بقى دلوقتي بشر البرتقال اللي عندنا، معلقة تقريبا، ونبتدي ننزل بالدقيق. نخفف السرعة طبعا عشان ما يطرطش علينا. طيب هنحط بقى دلوقتي عصير البرتقال واللبن.
تمام كده خلاص. دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ هناخد خليط الكيك اللي عندنا وهنقسمه في 3 بولات. خليني بقى البس جلوفز لان ايه الالوان لما بتلزق ما بتطلعش بتغلب. هناخد بقى زي ما قلنا العجينة اللي عندنا وهنقسمها على 3 بولات. هنا نحط شوية 3 متساويين، يعني احنا عايزين نعمل 3 كيكات قد بعض، فدول كده تقريبا، والتالتة هنا. تمام كده. هنختار لون، اللون اللي احنا عايزينه، مثلا لو هنحط بنفسجي، لو هنحط ازرق، هنختار لون. المهم هو اللي هنعتمده اخضر، هنعتمده في التلوين. فمثلا لو اخذنا اللون نقول الازرق مثلا، او ناخد اخضر، وهنحط شويه هنا واقل هنا واقل اقل هنا، يعني عايزين 3 درجات. فمثلا نحط ده كده هنا، نقول ده اللون التقيل، وناخد ده اللون الأقل، دايما غمقوا اكتر من اللون اللي انتوا عايزينه. وده افتح شوية، وده هنعمله افتح خالص، يعني يدوب هنحط له حتة اخضر. بس كده. وهناخد الكيك اللي عندنا ده، بقى عندنا 3 درجات زي ما انتم شايفين، هناخدهم نحطهم في 3 صواني كيك. ممكن تكون صواني زي صواني البيتزا لان انا مش عايزاهم عراض لو عندنا منهم، لو ما عندناش منهم بنحطهم في الصواني العاديه، ولو ما عندناش غير صينيه واحده بنخبز واحده وبنطلعها ونخبز الثانيه ونخبز الثالثه. المهم ان احنا يبقى عندنا 3 كيكات ب3 الوان متدرجه. هنعمل ايه بقى بعد كده؟ هقول لكم بعد الفاصل. دلوقتي هنطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل معاكم بقيه وصفاتنا ان شاء الله. اهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي بقى هاخد شوية كريمة مخفوقة كده، وناخد الكيك اللي احنا خبزناه، اللي زي ما قلنا حاطين له 3 الوان،
ثلاث ألوان متدرجة، أي ثلاث ألوان أنتوا بتحبوها. وهنجيب قطاعات، ممكن تجيبوا قطاعات على شكل اللي يريحكم، بس أنا لقيت إن القطاعة الورد بيبقى شكلها حلو مع اللي إحنا هنعمله ده، بس طبعا ممكن تعملوها قطاعات مدورة قطاعات مربعة زي ما أنتوا عايزين. طيب ناخد الكيكات بتاعتنا. طيب هناخد أول واحدة اللي هي دي، هنحطها هنا ونجيب القطاعات الورد. يعني عايزين قطاعات تكون عندكم في منها كذا مقاس. هناخد مثلا المقاس ده وده وده، هنقطع من دي، ده الطبق اللي نحط فيه، هنقطع من دي أربعة، طلعت أربعة. طبعا دول بنقدر نعمل بيهم كيك بوبس أو أي حاجة. ناخد بعدين لون، نقطع بقى بالمقاس اللي أصغر، ده هنسيبه على جنب وناخد بقى ده، بس طبعا مش هنقدر نقطع غير أربعة، أو ممكن نقطع أكتر ونعمل كيكات أصغر وأصغر وأصغر. نخلي دول أربعة كده على جنب، دول هنعوزهم تاني نقطع بيهم كيكات أصغر، وناخد دي نقطع أصغر خالص. نجيب بقى دلوقتي الكريمة اللي عندنا، بس هنمشي كده حوالين الوردة. ناخد الكيكات الأصغر ونحطها فوقها، ونرجع تاني نحط كريمة عشان نحط آخر طبقة بقى فوق. دلوقتي بقى ممكن نحط حتة كده صغيرة فوق،
منقطع. طبعا دول بنقدر نرجع تاني نعمل مقاسات اصغر واكبر ونعمل ورود تانية مش بس دول. ناخد دلوقتي بقى الورد اللي عندنا ده، بناخده ممكن ناخد اي بقى خرز من عندكم، ممكن ناخد الخرز ده حلو. كويس كده شكله، حلو. خلاص بنجيب بس مية، نقطة مية عايزين اهي، نقطة مية بس عشان نلزق الخرز بتاعنا على الورد. طبعا ممكن تعملوا الورد بشكل دقيق اكتر، انا بس عايزه اوريكم الفكره. ممكن نحط دي نقطه بس في النص كده، واحنا مش ناسين طبعا الرز بتاعنا في الفرن. نقطع بقى ورق شجر، وممكن تحطوا كمان فراشات، تقدروا تحطوا اللي انتوا عايزينه كله. اصلا كل الحاجات دي بقت تتباع دلوقتي في حاجات كتير جدا. كده دي يعني فكرة بس كده لذيذة، يعني أنا بحبتها بصراحة وحبيت أوريها لكم لأنها شكلها لذيذ. دلوقتي بقى هنشوف. أنا بس عايزة أقول لكم على حاجة، علشان أنا عملتها في الفاصل وإحنا بنحط الخلطة بتاعت البيض والزبادي، بنحط معاها شوية زيت، بس أنا نسيت أحطها، ففي الفاصل حطيتها تاني ورجعت دخلتها الفرن وغطيتها بالفويل. ودلوقتي هنقلبها هنا وهنرفعها. ولو سبتوها مدة أطول هتقرمش أكتر كمان. خلينا نحط لها بس شوية زينة كده. هي بيتحط لها فستق وزي الكرانبيري كده، وممكن ورد طبعا.
دي بقى كانت وصفتنا للنهاردة، بتمنى انها تكون عجبتكم. عملنا تورتة الرز الإيراني، وتاني بقول لكم اوعوا تنسوا تحطوا الزيت زي ما انا عملت، ما تنسوش لازم تحطوا الزيت مع خليط الزبادي والبيض. وعملنا الكيكات الصغننه اللي احنا عملناها دي، ملونه لذيذه بسيطه جدا، والشغل فيها حلو وبيسلي وبيطلع حاجات شكلها حلو، انا حابه شكلها جدا بصراحه. اهو كده تمام، كده هنبقى خلصنا حلقتنا النهارده. وزي ما قلنا عملنا معاكم الرز الايراني، طعمه لذيذ ومختلف، والطبق اللي فوق دي بتبقى مقرمشه واللي جوه بيبقى رز عادي، لما تيجوا تقطعوه بقى بتلاقوا جوه الحشوات اللي انتوا عاملينها. وعملنا الكيكات الصغيره دي، طبعا يعني هي شكلها حلو قوي، وانا بس حبيت اوصل لكم الفكره، وانتوا تعملوها باي حاجه، يعني ممكن حتى تعملوها بشوكولاته بيضة وشوكولاته كيكه بيضة وكيكه شوكولاته، وتخلوا الطبقات فوق لو انتوا مش عايزين تستعملوا الوان مثلا، وزينوها فوق باي حاجه، شكلها لذيذ وحلو في العزايم وفي الحفلات. بتمنى تكون وصفتنا للنهارده عجبتكم، وبشوفكم ان شاء الله بكره في حلقه جديده، وصفات جديده وافكار جديده ان شاء الله. باي باي.